نعم برضه من السوبر. طيب ماشي، هم دول اللي قول لي مين السوبر. هو رمضان، ما انا بتكلم ده برمضان رمضان لازم يوافق. يعني بس رمضان يعني هيدرسفيلد ما يقدرش يبيعه من غير موافقته، لكن هم دول النجوم اللي موجوده في الفريق النادي الاهلي. المقابل المادي من الزمالك هيوافق؟ لا 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 لا، لن يوافق في ظل ان هو نسيبه كابتن اكرام. انا بقول لك معلومه مؤكده، وهو كابتن اكرام تعال لي خش لي كده عشان اجيبك طالما انت كابتن اكرام الكبير. وافق خش يا عم خش وافق لابنه انه يسيب النادي الاهلي. ماشي، ما هو النادي الاهلي ما كانش عاوزه ساعتها. ما هو النادي الاهلي ما كانش بيلعبه اساسي الصبح لو جه المقابل كويس. ده الاستاذ احمد، احمد ايه بقى قول لي؟ استاذ احمد مصطفى من الناس الزملكاويه الكبار هنا في دبي. بتقول ايه بقى والنبي؟ خليه يقفل لنا الشاشه دي والنبي، عشان فيها ناس بتحب بعضها. بس لو جاله مبلغ كويس هيبيعه. وهيوافق. متاكد انه وافق؟ احتراف. انت مش عايز احتراف. انت تصدق في يوم من الايام اللي كابتن حسام حسن لبس الشيرت الابيض؟ البسها. دي كانت من دي كانت من محدش كان مصدقها الفترة. طب انت مقتنع بان المعلومه صح ولا دي ممكن تبقى وسيله من الكابتن خالد الغندور انه بيهد فرقه يعني؟ لا، المعلومه لو حقيقيه خالد مش هيقول كده. صح؟ هيقوم قايل الاسم. مش هيقول. لكن طب هل انت توافق ان الاعلامي شوشره وخلاص؟ طب هل ده اسلوب في التعامل؟ يعني هل الاعلامي دوره انه يعمل كده؟ طب ما الكابتن احمد شوبير بيعمل اكتر. بيعمل ايه بقى؟ قول اللي عندك يا عم. كابتن احمد شوبير كان في مقابله مع بص للكام، في مقابله مع حد وبيقول له انتوا بتوافقوا على اونادي ان يلعب ماتش الزمالك؟ الراجل بيقول لا، ده استاذ المستشار يقول احنا موافقين. كل ما يساله على حاجه يقول له استاذ المستشار، بيقول له انت راجل سياسي محترم، مش عاجبه الرد يعني، عايز رد بقى. لا ازاي ده احنا واحد. ما تقول بالاسامي، انت تقعد تقول لي بالالغاز. ما تقول بالاسامي. راجل تونسي. راجل تونسي. سوري، مغربي. حميد احداد. انت بتتكلم على حميد احداد وال 200 الف دولار. ما دي شطاره من الزمالك انه يحط البند ده، ان هم لو اتقابلوا. عمال يتكلم كويس على المستشار مرتضى منصور. ما حقه، لازم يتكلم كويس طبعا. اوكي، تاني مش عاجبه. ليه يا عم ما يعجبناش ليه؟ هو احنا لازم في شوبير وفي 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 وفي. قول، طلع النفسانه اللي جواك. انا ما عنديش مشكله، طلع قول. لا طلع، ما حقك طبعا. لا ما انت برضه بتقول انت عايز تقول ان في اعلاميين اهلاويه بيقولوا كذا واعلاميين زملكاويه بيقولوا كذا. قول اللي جواك. اقول اللي جوايا يا سيدي. انا في عز ما الكابتن طارق حامد بيترشح انه ياخد احسن لعيب هاب في افريقيا، بيطلع مسؤولين من النادي الاهلي بيقول لك اصل ده بيطلع بيخبط، اصل طب ده وقته. انت دلوقتي بتاخد لقب قاري ولعيب مصري دولي كان منافس على مصر. ايوه صحيح. يطلع الكابتن الاثنين دول اسمهم ايه؟ مهندس عبد القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. يطلع يقول لك اصل بيطلع بيخبط، اصل الحكام ما بتدينيش كارت احمر، اصل الحكام مش عارف ايه، مش وقته ده ابدا. شوف الناس، واحد ناس تقول لي مين المحترم ده، وناس تقول لي مين اللي كذا ده اللي اكيد مش عاجب ناس كتير. لا لا، الزملكاويه بيتكلموا عنك كويس اهو. والواد احمد القصاص وروتين سناء، يا دي يا احمد عيب يا ولا، يا انت جاي تعلق وتشقط من هنا الله يخرب بيتك. روتين سناء واحمد القصاص الله يخرب بيك. بس ده مش احمد القصاص حبيبي بتاع دمنهور. عيب يا هلا، ما تشقطش من هنا هلا. بص البت روتين دي، خلي بالك سناء اللي عماله تقول ممكن شاب يتواصل معايا على الخاص دي في تعليقاتها، دي اكيد هاكرز، بتبقى هاكرز بتقول ممكن شاب يتواصل معايا على الخاص، داخله تشقط. دول بيبقوا هاكرز وبياخدوا القناه الايميل بتاع الناس دي. لسه عماله تتكلم اهي. المنظومه كلها مش مظبوطه، في حاجات كتير غلط. ما نعاتبش خالد، ولا انت هتعاتب، هتعاتب ناس كتير قوي قوي قوي. بس شايف كده يعني؟ طبعا. استاذ ايمن، انت النهارده كنت منفعل مع شباب دبي، ها؟ والفوز الكبير اللي عملوه على ايمن الرمادي عجمان بال5-2، ايه الحكايه؟ فريق بيحب نادي اهلي شباب دبي من ايام ما كان اسمه نادي الاهلي، من ايام ما كان نادي اهلي دبي. ايوه، بنحب في الاداره، بنحب في اللعيبه، بنعشق نادي اهلي دبي. ده لانك اهلاوي اصلا يعني بتحب اي حاجه اهلي؟ لا مش حكايه اهلي. بحب اهلي دبي. فاهلي دبي في يعني نتمنى له كل التوفيق. ايوه، وبنحترم النادي وبنحترم اداره النادي. اداره النادي اللي هي متمثله في مين يعني؟ انا ما اعرفش، مفيش داعي نذكر اسماء، لكن بنحب اداره النادي كلها. اداره النادي كلها. طب وايمن الرمادي ابن بلدك اللي انت كنت فرحان في اهلي دبي يكسب وعجمان يخسر؟ ما هو ايمن بنتمنى له التوفيق.
توفيق وشرف لنا ان يكون مدرب مصري في الدوري في دولة الامارات هنا. بس كرة القدم زي ما انت عارف كل واحد بيميل لفريق بيحب. ايوه. لكن خارج المباراة ايمن عزيز واخ وصديق وعشرة عمر، راجل محترم ومدرب نتمنى له التوفيق. والسنة اللي فاتت يعني كان مرشح على كون يكون احسن مدرب على مستوى الخليج في دورة الامارات دولة خارج العرب ويمكن طلع الثاني كمان صح؟ دلوقتي وانت بتكلم عن فتاح في اسكندرية طمنك على الاجواء وكده وبتاع؟ بنتمنى ان ربنا يسترها مع الناس كلهم في مصر على الجو اللي فيه مصر ومصر كلها. انت عارف اهلنا وناسنا واصدقائنا وحبايبنا وبلدنا. اي فبندعي لكل الدول العربية. ايه رايك فوز الاهلي على صن داونز؟ الاهلي لعب مباراة قوية حلوة يستحق الفوز. اتمنيت الفوز عشان الكابتن محمود الخطيب. لان انا بتحب بيبو انت قوي. وبتمنى الشفاء للكابتن الكبير عماد متعب. يا رب يحفظه. لان انا بعشق اللاعب ده. اللاعب ده اتظلم في النادي الاهلي وما تدخلناش في قصص تانية بقى. ايوه. ربنا يشفيه وعافيه. ايوه. وانت استاذ احمد له يكون مباراه اعتزال كبيره ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد رايك ايه في فوز النادي الزمالك وتاهله على الرجاء وتحقيق الفوز في ثلاث مباريات، سواء مباراه السوبر الافريقي المبدعه اللي فتحوا فيها مدرسه الفن والهندسه واخرى بالثلاثه واخرى وثالثه بالتعادل السلبي. استاذ معاطي انا بجهز الفرصه الكويسه دي من خلال شاشتك الجميله الله يحفظك اللي الملايين كلها بتحبها. الله يكرمك. يعني نادي الزمالك رقم واحد في العالم في 2020 اخذ بطولتين. سوبر افريقيا وسوبر مصر. مفيش فرقه في العالم خدت بطولتين ما شاء الله لحد وقتنا هذا. في كارثه كبيره جدا. الزمالك لما بياخد بطولات العالم بتحصل فيه كوارث. نعمل ايه بقى؟ دي حاجات يا ريت الدنيا الكوارث ده فيها بطولات مش مشكله. يعني قبل كده الزمالك خد بطوله افريقيا 2002 وكان رايح كاس العالم اتلغى كاس العالم. دلوقتي الكره في العالم كلها وقفت. فانا ما بوصل الخبر بتاعي. طيب اتفضل. انا بهرج معاك. نادي الزمالك المسيطر على الكره في العالم واخد بطولتين كره في العالم. نعم الله عليك. انا بحب المشجعين المتفائلين جدا. اصل الزمالك حياه مش فريق. طبعا انا مبسوط كده. اي بالظبط. برافو عليك. نادي الزمالك بالنسبه لنا حاجه بتفرحنا بتسعدنا. ايوه. بتغير من حياتنا كتير قوي من مزاجنا. شغلي انا رايح الشغل تاني مبسوط. مبسوط. كسبان الاهلي ابو ظبي واخد شايل كاس بروح مبسوط فرحان. أيوة. ببدع في عملي بشتغل. بتصل بمراتي حبيبتي اقول لها انا مبسوط كده. ايوه بتعم الفرحه. يبقى الزمالك هو ايه الحياه بالنسبه لك؟ بالنسبه لك بتفرح كتير ولا بتزعل اكتر؟ الزمالك فرحته قليله بس كبيره قوي. انا شايف ان طيب انا عاوز اقول حاجه عن قناعه تامه ان جمهور الزمالك هو اعظم ما في منظومه الزمالك وان الخلافات الاداريه على مدار سنوات طويله هي اللي بتحرم نادي الزمالك من المنافسه بقوه على البطولات وبتتسبب في اهدار بطولات. تتفق معايا ولا تختلف؟ طبعا بطولات كتير قوي ضاعت كده. مين في الدنيا مين في مصر كلها كان يصدق موسم 2017 2018 الزمالك يطلع من الدوري مصر الدوري اللي فات بتاع جروس ولا في الاحلام قصدك 18 19 19 اللي هو بتاع جروس. ما هو برده مشي جروس قبلها بشهر. خربت الدنيا. ومين يقول ان الحاج عرفه؟ حاج عرفه بيشجع الاهلي. حاج عرفه ده جاب لنا البتاع. يعني هو فينه اصلا مختفي؟ اقعد يا عم شد كرسي واقعد شد كرسي واقعد. مش كفايه انت بتشجع ايه؟ حاج احمد عاوز تقول حاجه؟ بس شباب اهل دبي. ان حسني مبارك احترف. حسني عبد ربه احترف في موسمين ورا بعض واخد اثنين دوري وكاس ووصل نهائي ابطال اسيا. صحيح. حاج عرفه منور. حاج عرفه النهارده في البرنامج اللي انا كنت بسجله في الام بي سي بيقولوا لي وانت ليه واخد مقرك ابو شقره؟ قلت لهم والله احنا انا بستمتع مع الحاج عرفه وايمن والاستاذ احمد والاستاذ عصام وكل الناس هنا. انت بتيجي تنورنا وتشرفنا. ده شرف لينا والله. هو لان مطعم محترم طبعا واكل نظيف. انا بكلمك انسان طيب برضه واصحابه ناس محترمين وعلى قمه الاخلاق. ايوه ومفيش زبون او في احد بيخش المطعم هنا الا ما بيلاقي استقبال كويس. عاوز اقول انه عائلي كمان يا سعيد وعائله. وبعدين عايز تاكل كل فبشار.
ايوه الله عليك بجد والله. عايز تاكل ايوه وانت مطمن. انا بتكلم بامان. ايوه كل في مطعم ابو شقره. طيب وجرب مشوى ابو شقره وجرب في مطاعم تانية. الاستاذ احمد ابو طالب من ايطاليا بيقول احنا انا في ايطاليا ومحبوسين في البيوت. ادعوا لنا ربنا يفك الكرب باذن الله ويحفظ البشريه كلها من الفيروس ان شاء الله. الكرب باذن الله امين. كل المسلمين في كل العالم امين. حاجة عرف رايك ايه في الاهلي والحكايه والروايه؟ الله ان شاء الله ربنا ينصر الاهلي ان شاء الله. وراك في الصن داونز؟ الحمد لله ان الاهلي لعب ماتش القاهرة كويس ولعب ماتش هناك كويس. ان شاء الله البطولة بإذن واحد احد بتاعت الاهلي. يا رب يا رب. افريقي ان شاء الله. تتمنى هو والزمالك يتقابلوا في النهائي؟ طبعا. يبقى فرقتين مصريين تبقى حاجة شرف. روحك رياضية دايما. واللي يكسب من الاهلي والزمالك كله مبروك. وانت استاذ احمد؟ لا يا انا اتمنى الاهلي يطلع الماتش الجاي. الله عليك. الراجل ده قلبه ابيض جدا. لا ما هو دي ما هو ده عشان كده ربنا ما بيديش العالم دي. لا مؤاخذة عالم ده بقى المرض نفسه يعني. أيه. لو دورت تلاقي دول المرض. ليه بس؟ دول تلاقيهم هم دول الكورونا. ليه تتمنى ان الاهلي يطلع؟ ليه تتمنى الاهلي يطلع؟ ليه ما يبقاش فرقتين؟ اتمنى الزمالك يكسب ما تكرهش الاخر. هم خدوا في حياتهم يا ريس انهم متحدين وناس جربانه. كابتن حسن شحاته رد عليهم. الحياه جوه نظريه المؤامره دي مساله مش كويسه. والمشكله ان هو يعني حبيبي. طب هنعمل ايه ايه يا استاذ احمد؟ ليه ما تتمناش فوز الزمالك ومالكش دعوه بالمنافس؟ هو اللي بيطلع من هنا بيوصل فين يعني؟ ده طالع من قلبك اي حاجه؟ الكلام ده حاوله بيني وبينك. ها ايه هي تخش بقى هنا كده؟ ها قول. لا شعور متبادل يا استاذ ابو نواف. بينك وبين مين؟ بين جماهير الزمالك وجماهير لا يا راجل. الكلام ده طلعه بندق مش حد تاني. كل الاسر بتتمنى. حد عرفه؟ انا بص ارقى منه ازاي؟ حد عرفه كنا هو ارقى منه وقال حاجه الراجل. لو سمحت ما حضرتش. الله عليك الله عليك. هطردك من ام البرنامج اللي احنا فيه ده. لا تنشر الفتنه. لا 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 استاذ ابو معاطي. الاخ عرفه كان معانا في مشوار وقابلنا ناس توانسه وقال لهم لو تركي كسب هجيب لك 100 كنافه. لا كده بقى يبقى انتوا ايه؟ عرفت بقى ان انا بس اشكركم اشكركم. دمتم في امان الله. من دبي انكل ابو المعطي زيكم والحلقات مستمره باذن الله. السلام عليكم.